بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنعمل حاجة سريعة بس حاجة حلوة، نحلي بقنا بقى شوية. هنعمل المولتن كيك اللي الناس كلها بتحب تاكله بره وبترضاش يعمله في البيت، تخاف ان هو ما يكونش ناجح. مقاديره بسيطة وسهل جدا، برضو مش هياخد في ايدينا كتير عشان احنا بنعمل السهل والسريع. احنا عندنا النهاردة 2 كبار دقيق وعليهم رشة ملح، عندي كوباية اللي حبة صغيرين زبدة صفرة، عندي كوباية شوكولاتة خام، انا كانت هي قطعة واحدة وانا بشرتها بالسكينة، هيبقى شكلها عامل كده. عندي 3 معالق سكر بودرة، عندي 3 بيضات، عندي كيسين فانيليا، وعندي القالب بتاع المولتن كيك. انا ايه حاطه فيه نقطه زيت ودهنها، اهم حاجه ان هو ايه حاجه ما تلزقش فيها المولتن كيك عشان لما نيجي نقلبها ايه تنزل كلها مره واحده. هنبتدي نشتغل. انا الزبده مسيحاها، هفضيها عندي في طبق تاني اهي، هفضي عليها الشوكليت بتاعتي اللي انا بشراها وهبتدي اقلبها عشان ادوبها في الزبدة. بفضل اقلب فيها لغاية ما كلها تدوب. ادي حبايبي الشوكليت بتاعتي بالزبدة ساحت. لو لقيتوا في صعوبة ان هي تسيح عشان احنا في الشتاء وصعب ان الشوكولاتة تسيح بسرعة علشان اصلا الزبدة بتجمد عشان احنا في جو برد، اديني اهو سيحتها، الشوكولاتة عندي جاهز. هبتدي اكمل. البيض عندي اهو، هحط عليه فانيليا. تمام كده، هضرب البيض بتاعي. هفضي عليه الشوكليت بتاعي. بسم الله. اقلب. يا رب تجربوها وتعجبكم، ان شاء الله هتبقى زي الفل وجميله واحسن من بره كمان وهتفرحي بيها اولادك. 3 معالق السكر البودر كله في السريع كده. اهو دوبنا. اخر مرحله هحطها 2 معلقة الدقيق الكبار وعليهم رشة الملح بتاعتي وبس خلاص. هقلب كل المكونات مع بعض، خليكم معايا وانا بقلبها. اهو اهو اسرع واحلى مولتن كيك في الدنيا كلها. اهو قناتنا بتتميز او شعارها الجديد والسهل والسريع عشان احنا مش فاضيين نقف في المطبخ كتير ومش قادرين ايه نقف. اهو كل المكونات عندي اختلطت مع بعض، بقى جاهز عندي المولتون كيك. تمام كده. اخر حاجه القالب بتاعي، انا دهنا زيت اهو، هفضيه. بسم الله. شايفين حبايبي؟ وبس خلاص احطه في الفرن ربع ساعة مش اكتر، يا دوبك بس الحروف هي اللي تجمد وفي النص هيبقى ايه يعني مش جامد، يبقى ساب شوية. هوريكم شكله لما يطلع من الفرن بقى عامل ازاي، خليكم معايا. رجعت لكم حبايبي بعد ما طلعنا المولتون بتاعنا من الفرن. شايفين لازم يكون في النص بيلق كده، شايفين؟ ومن الحروف بيبقى ايه ماسك. هنقلبه، يلا نقول بسم الله ونقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله ونشيل. بسم الله. اهو اهو المولتن كيك بتاعنا اهو. نشوف بقى التكايه بتاعته، نحط فراوليه من فوق ونيجي بقى نشوف السر الخطير بتاعها. وكم قطعه موز الاول اهو، زينها عندنا ايس كريم ممكن نحط. ماشي يلا بقى نفتح. بسم الله
نشوف المولتون كيك بتاعنا وتكات وحركاته. هوبا نهر الشوكولاتة، وادي احلى مولتون كيك، احلى من 100 محل. ايه رأيكم؟ شايفين الصوص بتاع الشوكولاتة عمال بينزل ازاي؟ يا رب يكون تكون خفيف عليكم، وتكون وصفة خفيفة وتكون عجبتكم. بتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها لولادكم، هيحبوها قوي 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 قوي. انا ام باسم من قناة ام باسم. متنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك بتاع القناة بتاعتي، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوني في وصفة تانية جديدة وسهلة وسريعة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.